إن المشهد الأمني والسياسي في قارتنا يطرح أمامنا اليوم أربعة تحديات رئيسية. التحدي الأول وهو تحدي تصفية الاستعمار، تصفية نهائية من قارتنا عبر محو بقايا هذه الظاهرة في آخر مستعمرة إفريقية في الصحراء الغربية، طبقاً للثوابت والضوابط التي أجمعت عليها منظمتنا ومنظمة الأمم المتحدة على حد سواء. التحدي الثاني وهو تحدي وضع حد للمد الخطير الذي تعرفه ظاهرة التغيرات غير الدستورية للحكومات، لا سيما في منطقة غرب إفريقيا. التحدي الثالث وهو تحدي مكافحة الإرهاب والوقاية من هذه الآفة التي عرفت في السنوات الثلاثة الأخيرة تفاقما خطيرا في قاراتنا ولا سيما في منطقة الساحل الصحراوي. أما التحدي الثالث والأخير فيتمثل في ضرورة التعامل بكل حزم وصرامة مع التدخلات الخارجية التي عرفت هي الأخرى تزايدا مريبا في الفترة الأخيرة عبر مختلف صياغها وصورها السياسية والعسكرية والأمنية. وفي مواجهة هذه التحديات تؤكد الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون التزامها بمواصلة انخراطها التام كطرف فاعل في الجهود الجماعية الرامية لبرورة وتفعيل حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، وهو الالتزام الذي تجسده بلادي أيضا عبر عهدتها الحالية بمجلس الأمن، أين تسعى وستواصل السعي من أجل الدفاع عن أولويات قارتنا وعن قضاياها العادلة وتطلعاتها المشروعة والهادفة بكل أمانة وإخلاص ووفاء.